ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير لازم نستعجل اكثر من هيك يلا بسرعه يلا شبكوا بسرعه شوي طبقه بسيطه نحن بالعاده بنطبخ بالبيت طبخات بتاخذ العقل ليش لحتى نحس بالخوف انا شوي وبرجع يلا يلا بسرعه ايه تمام طول تمام يعني شو عم يحضروا هن شو هن وشاريا مرحبا خالتي يلا قومي قومي يلا لازم لا نقدر ما لازم نضيع انا متوقع انا رح وصلك على مكانك لا بروح لحالي لا لا مو مشكله خليني لا بعرف روح لحالي معلش انا بوصلك لا اسلموا لا لا ما بصير ما هيك والا الفريق رح يخسر بدك تعرفي سري بتساليني الي ماشي يلا مو تبعتي لي وحده مشان تراقبني بعتذر هي بتكون ضيعت طريق من الفرحة كتير أنا. يلا خلونا كلنا نرجع على يعني الشارع تعالي أمي تفضل لبقى تروحي على مكان مهيت ونهال ما رجع ما ضل معنا وقت كتير معقول تكون ما هيك عم بتماطل فينا ليربح زوجة خالتي مهيك مهيك لازم نفكر بشي تاني بنتي ليش عم يضحكوا هي الو منين اجوا الطينات مو معقول قد يضحك ليك منظر لك شوفها انت في طريق صحيح مو هيك اهلا اهلك ابني اهلا اهلا معلش لا خلص يلا خلونا شوريا صار مارق ربع ساعة ولسه ما عملوا شي لهلأ شو رح يعملوا هلأ؟ إذا أحساسي كان مزبوط فمهك في عندها خطة كتير مهمة وفعالة إيه يلا يلا ما عم تشعل أوه ممتاز شعلة شعلة مهيك عم تطبخ أكلة طيبة مو طبيعي كيف ما خطرت على بالي جد غريب كيف عملوها يا ريت عملنا مثلهم مو معقول ليك كيف ولعوا النار شوريا فكرتي منيحة بتتذكر وقت ورجيتني فيديو عن وصفة هاي الأكلة ممتاز هاي ولعت النار عن جد شي غريب كتير يلا نحن رح نفوت شوفي شوريا كأنه لونك مخطوف لا تكوني مغرورة لأنه كل ما فرحتي كل ما انجرحتي أكثر وقت تخسري قربوا يعلنوا عن النتائج بعد شوي منشوف مين الخسران جولة رائعة كل فريق اشتغل من كل قلبه وتعب
وحضر كمان أطباق شهية وطيبة. بس صار الوقت نعلن النتائج. يلا نشوف قرار الحكام. يعني الشباب عم بيقدموا أفضل ما عندهم. لازم نستعجل بأي قرار ممكن ناخده. أصدقائي، النتائج هلأ صارت معي أنا، لهيك احبسوا أنفاسكن واسمعوا. الفريق اللي جمع أقل هو السادس. يعني الفريق السادس عمل أكلة وكانت عن جد طيبة كتير، لكن وين نص التاني؟ لهيك هنن ما أخدوا ولا نقطة، وهذا يعني صفر. بالتالي هنن خسروا المسابقة. وهلأ خلونا ننتقل للفريق الخامس، وهذا الفريق استخدم النظارات. كانت طريقتهم غريبة شوي لتشغيل النار بنظارات، بس نسيوا شغلة مهمة، أنه النظارات الشمسية وغيرها ما كانوا موجودين من زمان. لهيك هذا الفريق ما قدر يحصل غير على فقط نقطتين. الفريق التالي الرابع، وهذا الفريق قدر أنه يحصل على 5 نقاط، يعني هنن أخذوا 5 من 10. وهلأ صار الوقت حتى نعلن عن الفائزين. أول 3 فرق رح نعلنهم هلأ. يلا خلونا نبدأ مع الفريق الثالث اللي طبخ أكلة مميزة وخلاهم للحكام يفرحوا ويحطولهم 7 نقاط. وهلأ رح نعرف مين الفريق الثاني. شباب ارجعوا احبسوا أنفاسكن. الفريق اللي بالمرتبة الثانية فريق وايت تشيليز، هو فريق شوريا كنا. ممتاز ممتاز. ما عم صدق، ما عم صدق. فريق شوريا كنا حصل على 8 نقاط. كمان فريق شوريا كنا تميز وعمل سلطة مبتكرة كتير، وكمان من ناحية فريق مهك عملوا أكتر أكلة مميزة بينكن، وبصراحة هي لاقت إعجاب كبير من الحكام. والفريق الرابح مهك شارما وعائلتها. اسمعوني، عندي إلكن إعلان مهم لجولة بكرة. كل فريق منكن رح ينعطى بالمسابقة مكون سري لإله، ومشان هيك هذا المكون رح يوصل لكل عنوان مسجل عنا. كل التوفيق، ولبكرة نرجع نشوفكن موفقين. إيه ها هي. لكن أنت متذكر؟ شو كنتي مفكرة؟ إني ممكن أنسى يوم عيد ميلادك مثلا؟ ما هي كل الوقت اللي عشناه مع بعضنا كنا يا عم نتقاتل فيه سوا، يا أما عم نتقاتل مع شي حدا. بس اليوم لا، نحنا ما رح نعمل هالشي. بدنا نكون لطيفين. تمني أمنية وأطفي هالشمعة. لسه في إليك عندي مفاجأة، بس من شانها بدك تقربي أكتر.
شو القصة شوريا؟ قربي أكتر.